كاين واحد القصه ديال واحد الحاكم غادي واحد الدري صغير في الغابه شاد ليه في يدو ويجي بابا ما بقى كيبان حتى حاجه. الدري صغير ويدور عند الحاكم قال لي ناري تخلعت. ويدور عند الحاكم قال لي كتبان لك فين تحط دير الخطوه الاولى. قال لي اه. قال لي ما تسوقش البقيه دير الخطوه الاولى. يعني نركز في الحاضر وندير الخطوه الاولى صافي سالينا. نفكر راسي انا شنو عندي مسائل اللي عطاني سيدي ربي نخدم بها وندير الخطوه الاولى وتوكل على الله صافي سالينا. كنلقى راسي خرجت من داك الاكتئاب. حنت فاش كنجي نشوف مثلا اون بيرسون كي هي 40 طون 50 طون مكتئبه نقدر ندخل معها في نقاش. فاش كنجي نشوف ان اونفون ولا ان جون اللي عنده 15 عام مكتئب اخويا كاين خلل. راه ما خصكش تكتئب في 15 عام، راه ماشي نورمال الانسان يكتئب في 15 عام. يلا كتكتشف الحياه يلا كتكتشف في الحياه كيفاش تكتئب يا صاحبي مازال نواره. اه فهمتيني. يعني خلينا نرجعوا لهذيك النقطه ديال السوشيال ميديا وانستغرام فهمتيني. السوشيال ميديا كيخليك شنو كيخليك تركز على الخارج وكتنسى الداخل وكيخليك تركز على شنو ما عندكش وكتنسى شنو عندك فهمتيني. كنقولوا حتى الشيطان فاش كيبغي يدخل الانسان كينسي شنو ما عندوش وخليه يركز على كينسي شنو عنده وخليه يركز على شنو ما عندوش فهمتيني جبت نقول لك. دونك 15 اون انا بيرسونيلمون كنشوف 15 اون 16 اون 18 اون 20 اون مكتئب علاش مكتئب فهمتيني. الوغ كو 40 اون انسان داز من بزاف ديال الحوايج حتى الا اكتئب كاين سبب عاش بزاف دخلوا معاه في نقاش ندخلوا معاه في نقاش ونشوفوا شنو السبب. عاش تهريسات في الحياه عاش ولكن شاب يلاه مازال خيبه ظن فهمتيني 10 سنين 15 عام ومجوز طلق واحد الفراغ في حياته اكتئب متفق معاك. كاين الشباب دابا لي 20 وكتئبوا حتى كيف مازال ما دوز والو فيه والله العظيم. وديما كنقول انايا تشوف الصحابه عباد الله 18 عام هز السيف وخرج جات في سبيل الله فين هو المراهقه وفين هو الاكتئاب. كاين لا راجل ضرب وباه كيقول لي با انا نمشي نجاهد وانت بقى مع امك. كيقول لي با اسمع لك في كل شيء الا الجنه ديك الجنه نجي جلس مع امي وانا نمشي نجاهد واش فهمتيني. الوغ كو وهذا الشيء ماشي غير الصحابه باش ما نظلموش عاوتاني كاين شباب الا طلعتي للعروبيه كتلقى 18 عام راجل 16 عام راجل. علاش مسؤوليات ترمات عليه من صغره وتربى كانه راجل. يعني فاش كيمشي مثلا للمدرسه وكيجي وكتقول ليه امو خرج طلع الغنم عندهم مسؤوليه الفراغ ما عندهم منين يدخل ليه الفراغ منين يدخل ليه فهمتيني. ما خليش الكار اه. يعني انا ولدي فاش كنربيه كنعطيه المسؤوليه كاين بارمي لي ميثود اللي كنخدموا بهم مثلا هو انك نمشاش حلال تربي مش في الدار ياك ما كاين فيه حتى مشكل. عندك وليد صغير يلاه بدا كيكبر وصل 10 سنين شري ليه مش واش عندك ليه بابا شاد المشيش مسؤوليتك انت اللي غتوكل وانت اللي غتصرف. الدري في دماغه كيولي حاس براسو بان عنده مسؤوليه فاش المشكل كبر كتقول ليه تبارك الله وكلتي مزيان الله يرضي عليك بابا شوف كيفاش ولات تبارك الله. هو كيشوف راسو كراجل ما كيشوفش راسو كدري صغير. كتزرع عليه الفكره بانك راجل ماشي دري صغير فهمتي. جبت نقول لك كنمشيو فواحد لوسون زوين حتى فاش كيوصل 18 عام كتولي كتلقى راسك الدري عنده مسؤوليه فهمتي. انا كان واحد اللقطه اللي كتسطيني كنمشي غير للعروبيه كيدوز قدامي شي دري عنده 10 سنين كيقول لي السلام عليكم كيتشب ليس فهمتيني. الوغ كو هنا في المدينه كيجي شي واحد شي دري صغير وعنده 18 عام وكيحشم يقول لك السلام واش فهمتيني. دونك هاد لاكوتي ديال سميتو. ودابا دابا لي بارون الحب كيغلب العاطفه كتغلب. انا كنقول الاب خاصو يعرف يعفط على العاطفه ديالو حيت كاين واحد النوع ديال الالم اللي خاص الدري يدوز منه. ما نحاولش نبعد الالم على ولدي كاع انواع الالم نبعدها على ولدي لا كاين واحد الالم اللي خصو يدوز منه اللي يتحملو اه اللي يقدر يتحمل اه كيبان لي انه قادر يتحمل هو انا غتبني لي الكاركتر ديالو الشخصيه ديالو ونخليه. ما يجيش يقول لي اجي نوريك كيفاش دار لا خليه خليه يديرها بوحدو فهمتيني. دونك هاد لي كوتي هذا فاش كنجي ندوي هاد لو كوتي ديال الاكتئاب الاج دو 18 طون والاكتئاب الاج دو 20 طون وقضوا معنا اصاحبي.